جبال التاكا وتوتيل إحدى المعالم التي عرفت بها مدينة كسلا على مر العصور. ما ذكرت كسلا وإلا كان ارتباط توتيل ملازما لها. وإن كان جمال كسلا وطبيعتها الساحرة عرفت عبر ثلاث مكونات رئيسة هي الجاش والسواقي، فإن توتيل ومياهها العذبة تبقى هي الأصل من بين تلك المكونات. تقع جبال التاكا وتوتيل في حي الختمية العريق، والذي استمد تسميته من السيد محمد عثمان الختم الكبير، والذي تجول بمدينة كسلا عند قدومه إليها من مكة المكرمة. ووقع اختياره لهذا الحي لتشابه طبيعته لطبيعة مكة المكرمة. توتيل قصص وروايات لا تنتهي، وحكاوي لا تمل الآذان عن سماعها وعن نبعها الذي لا زال يتدفق بين الصخور. لقد ظلت كسلا مغترنة ومرتبطة كليا في أذهان الجميع بتوتيل وبأسطورتها التي لا زالت تشغل بال الكثيرين. فزوار المدينة وقاصديها من السواح الذين يتوافدون على مدينة كسلا، تبقى توتيل هي ملاذهم الأول. فالجميع هنا يتدافعون نحو نبع توتيل لاحتساء كاس من مائه، ولكن تظل جلسة القهوة أو الجبنة والتفاف الناس حولها في شكل دائري أهم الطقوس التي تميز أمسية توتيل. وتوتيل بطبيعتها الساحرة تمثل لأهل كسلا وضيوفها متكئا يتسامرون فيه، وهي بالنسبة لهم ساحة للترفيه والترويح التي لا ينقطع عنها الزائرون، وتظل باستمرار ملتقا لأهل الفن باختلاف وتنوع فنونهم. وطبيعة توتيل التي جمعت ما بين الماء والصخور ألهمت الكثيرين من شعراء المدينة وغيرهم، والذين كتبوا فيها وعنها أجمل الكلمات التي تغنى بها بعض المغنين. آه لو أقدر أخذ منك وعد جميل زي نسخة فريدة على توتيل، كانت جار الفرح النافر لما غسانه وليك يميل، وحتى رزاز المطر العابر كان برجاني صادق النيل. آه لو أقدر أخذ منك وعد جميل زي نسخة فريدة على توتيل. ما بين الظهيرة والمساء تحلو جلسات الأنس هنا بتوتيل ويطيب المقام، ولكن تدور عقارب الساعة مسرعة لتعلن لحظات الوداع عند المغيب، وفي بال الكثيرين رغبة في البقاء بالمدينة، وإن لم يكن فتكرار الزيارة لتوتيل أمر مفروغ منه.